هاي، تم تصميم الأكورديون الحديث بالنمسا بالقرن 19، مع أنه جذور هالآلة بتعود للمجتمعات الأسيوية والأفريقية وحتى لبعض الآلات الصينية القديمة. كلمة أكورديون مشتقة من الألمانية أكورد، يلي بتعني التوافق. أول أكورديون كان يضم كيبورد عن ميلة واحدة بس، والطرف الثاني كان يستخدم لتحريك الآلة. اليوم في ثلاث أنواع للأكورديون: البيانو أكورديون يلي بيضم كيبورد واحد عميلة من الميلتين، الكونسرتينا يلي على شكل إكزاغون وما بيضم مفتيح وإنما زرار على كل ميلة، والبطن أكورديون يلي بيضم لوحتين مع زرار من الميلتين. ما في موسيقى مكتوبة للأكورديون، والموسيقى بتنتقل من جيل لجيل من خلال التعليم. مين قال إنه إيطاليا وألمانيا محتكرين سوق صناعة الأكورديون؟ أنا قال. شوفكم بكرة.